فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المرأة مثل الرجل في فضيلة صلاة الجماعة والمشي إليها؟ نعم، إذا صلت خرجت محتسبة الأجر وملتزمة لأحكام الشريعة وصلت يحصل لها أجر الجماعة ويحصل لها أجر الخطوات، لكن لا يجب عليها هذا. الفرق بينها وبين الرجل أن الرجل هذا واجب عليه، أما المرأة فلا يجب عليها ذلك. نعم.